النشرة الرئيسية من الفضائيات التربوية، مساء الخير. البداية مع العناوين. الصحة المدرسية تتفقد الواقع الصحي في عدد من مدارس سلحاب بريف حما. الفريق السوري يحرز ميدالية برونزية وشهادتي تقدير في أولمبياد المعلوماتية العالمي بهنغاريا. وزارة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية لعام 2023. أهلا بكم مشاهدينا، من العناوين إلى التفاصيل. عممت وزارة التربية البرامج الزمنية للعاملين في دوائر الصحة المدرسية للعام الدراسي 2023-2024، حيث طلبت من مدراء التربية عقد اجتماعات دورية لعناصر دائرة الصحة المدرسية كافة في بداية الفصل الدراسي الأول وبداية الفصل الدراسي الثاني ضمن جدول أعمال محدد. وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي بغية تأمين بيئة صحية سليمة ورفع المستوى الصحي للمجتمع المدرسي. وفي السياق، تفقد فريق من دائرة الصحة المدرسية الواقع الصحي في عدد من مدارس منطقة سلحب مع انطلاقة العام الدراسي. وليد سلطان والتفاصيل. بالتزامن مع افتتاح العام الدراسي، قام فريق دائرة الصحة المدرسية بجولة تفقدية على عدد من مدارس منطقة سلحب. اليوم قمنا بجولة تفقدية لعدد من المدارس في منطقة سلحب والمحروسة، الاطلاع على الواقع الصحي، على تنظيف الخزانات لدورات المياه، التجديد على تعقيم الخزانات بشكل دوري، كيفية استقبال الطلاب بداية المدارس بالمدارس. وبشكل عام كانت المدارس مقبولة، الخزانات معقمة غالبا، في بعض الملاحظات أعطيت لبعض المدارس. تم خلال الجولة تفقد الواقع الصحي وخزانات المياه والتأكيد على الالتزام بقواعد الصحة حرصا على الأبناء التلاميذ. لقد قامت الصحة المدرسية في سلحب بزيارة للمدارس في بداية العام الدراسي، وقد تم الكشف على دورات المياه والخزانات، وكانت الأمور بشكل عام جيدة، وأعطيت التوجيهات اللازمة لمدراء المدارس والمستخدمين. كما تم توجيه بعض الملاحظات لاستدراكها والشرح للأبناء التلاميذ كيفية الحفاظ على النظافة الشخصية. طلقت عملية تعليمية في مجال مجمع سلحف في هذا الأسبوع الأول من العام الدراسي، تجهيزات كاملة النظافة في جميع المدارس التابعة للمجمع. الآن يتم توزيع الكتب المدرسية بعد تم استلامها بشكل أصولي من مستودعات الكتب. جهزنا المدرسة من خلال النظافة تعقيم خزانات بالتعاون مع البلدي، وحاليا وزعنا الكتب ووزعنا الخطة المدرسية الدراسية للمعلمات. نحن هون اليوم جينا لمدينة سلحاب بعد أحداث الزلزال اللي ضرب المنطقة لحتى ندعم الأشخاص نفسيا ونقدم لهم الدعم. من خلال تواجدي حاليا هون بالمركز عم نستقطب حالات تعاني من عدة إشكاليات واضطرابات نفسية متعددة، منها حالات الهلع والخوف التي ما زالت عند لدى البعض من حدوث الزلزال مؤخرا. تأتي هذه الجولات للوقوف على الواقع الصحي والحرص على سلامة الطلاب والتلاميذ. وليد سلطان، الفضائية التربوية، حما. واكبت كاميرا التربوية في طرطوس انطلاقة العام الدراسي، حيث أقيمت احتفالية في مدرسة السادس من تشرين الكرامة. تفاصيل أكثر في التقرير الآتي. مع اليوم الأول من بدء العام الدراسي ووسط أجواء من الفرح والسرور، أقامت مديرية التربية بطرطوس احتفالية فنية بحضور الرفيق أمين فرع الحزب والسيد المحافظ وحشد رسمي وشعبي، وذلك في مدرسة 26 الكرامة بطرطوس. بدأت مدارسنا باستقبال أبنائنا الطلبة على امتداد المحافظة، ووجهنا إدارات المدارس لأن يكون اليوم يوم احتفالي لأبنائنا الطلبة بعودتهم إلى المدرسة. اليوم كان هناك احتفال ضمن إطار إحدى مدارسنا كما لاحظتم، حفل دام لمدة تزيد عن ساعة، قدمت فيه نتاجات الطلاب تعبيرا عن فرحهم. بشكل عام كما يعلم الجميع، تربية طرطوس مميزة على مستوى نوعية التعلم والنتائج التي نحققها سنويا. طموحنا هذا العام أن يزداد تألق هذه المديرية بنتائج أفضل إن شاء الله. كل عام وأنتم بخير، كل عام وكوادرنا التربوية، أبنائنا الطلبة، شعبنا، قائدنا إن شاء الله وسوريا بألف خير. وتضمنت الاحتفالية كلمة لمدير التربية وفقرات شعرية وغنائية وفنون شعبية ومسرحية،
قدمها طلاب المدرسة وفرقة المسرح المدرسي. احتفالية بسيطة للأطفال حتى يحسوا بالفرح بالسرور، مدرستهم هي بيتهم الثاني اللي بيقضوا فيها أحلى الأوقات، مش بس أوقات الدراسة، أوقات فرح، أوقات سعادة، أوقات بينهلوا منها العلم. الحمد لله بالأسبوع الإداري أتمينا العمل بشكل تام، وهلأ إن شاء الله اليوم ناطرين رنت أول جرس لأول حصة درسية لانطلاق العام الدراسي بأول حصة تعليمية بإذن الله. تم العمل على تشكيل الشعب الصفي وتجهيز المدرسة بشكل كامل ودهن المقاعد بألوان زاهية، وتم إعداد لائحة أسمية بالشعب الصفي من الصف الأول على التاسع بشكل كلي وتوزيع الطلاب على القاعات صفي كاملة. احنا اليوم مبسوطين بالرجعة للمدرسة والعام الدراسي بلش، ومبسوطين بهالحفلة. حبيت فيها الحفلة مشان نكون من الأوائل. احنا كتير مبسوطين بهالحفلة، كتير حلو هيدا اليوم وبسطنا كتير، كتير اشتقنا للمدرسة. اليوم كان كتير حلو، أنا كتير متحمس على العام الدراسي الجديد، اليوم كتير انبسطنا وإن شاء الله كل سنة تكون هيك. ويذكر أن نحو 227 ألف طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية توجهوا اليوم إلى مدارسهم موزعين على 1118 مدرسة في محافظة طرطوس. للفضائية التربوية السورية ماهر مرشحة، طرطوس. أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري ميدالية برونزية وشهادتي تقدير في أولمبياد المعلوماتية العالمي لعام 2023، والذي نظمته هنغاريا خلال الفترة ما بين 28 من آب الماضي والرابعة من أيلول الجاري بمشاركة 89 دولة. وأحرز الميدالية البرونزية أمين شربة من مدرسة الباسلي للمتفوقين بدمشق، فيما حصل على شهادتي التقدير كل من الطالبين برنارد إبراهيمشي من ثانوية المعري بحلب وزين العابدين زمار من مدرسة المشرق الخاصة بحلب. مددت هيئة التميز والإبداع فترة التسجيل في الأولمبياد العلمي السوري لموسم 2024 حتى 20 من أيلول الجاري، وذلك للطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي. وذكرت الهيئة أنه تم تمديد التسجيل بسبب الإقبال الكبير من الطلاب على المشاركة ولمنح فرصة إضافية جديدة للطامحين بالتميز العلمي ممن لم يتمكنوا من التسجيل الإلكتروني حتى الآن. وأوضحت الهيئة شروط الانضمام للأولمبياد، وهي حصول الطالب على 2800 درجة فما فوق في شهادة التعليم الأساسي في التعليم العام، وعلى 2620 درجة في المواد الكونية فما فوق في الإعدادية الشرعية، مع الحصول على 595 درجة فما فوق في مادة الرياضيات، وعلى 395 درجة فما فوق في مادة العلوم العامة في امتحان شهادتي التعليم الأساسي والشرعي. في الحسكة استطلعت مراسلة التربوية واقع العمل في مديرية المطبوعات المدرسية ونسبة تنفيذ توزيع الكتب للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد. عملت مديرية المطبوعات المدرسية في الحسكة على ضمان وصول الكتب المدرسية للطلاب والتلاميذ مع بداية العام الدراسي. كاميرا التربوية واكبت طبيعة العمل في المديرية ونسبة تنفيذ توزيع الكتب على المدارس. نحن لدينا تقدير حاجة بين فرع الطباعة ومديرية التربية، تم تقدير حاجة المحافظة وإيصال شحنات من الكتب، كون الكتب لا تنقل إلا عبر مطار دمشق إلى مطار القامشلي، وصلت شحنات من الكتب إلى مطار القامشلي، ومن ثم تم إيصال هذه الكتب إلى مستودعاتنا الفرعية سواء في مدينة الحسكة أو في مدينة القامشلي. نحن اليوم بدأنا بحصر بين مديرية التربية وفرع المطبوعات بحصر أعداد التلاميذ المداومين فعليا في المدارس، وبالتالي بموجب هذه الإحصائيات التي تقدم من المدارس يتم توزيع الكتاب المدرسي وحسب التعليمات الوزارية. هلا احنا آلية عملية توزيع 30 قوائم اسمية من المدارس موقعة مختومة عن طريق مديرة التربية، تصدق من مدير فرع الطباعة بالحسكة سامة، توجه إلى مستودع يتم توزيع الكتب وفق القوائم الاسمية للصف السابع والثامن والتاسع، والكتب الصف السابع والثامن والتاسع كلها متوفرة الحمد لله وعم توزع بشكل كامل. تسعى وزارة التربية بكل مديرياتها لتأمين مستلزمات العملية التعليمية كافة بما يضمن تطوير التعليم في سوريا.
حددت كلية الآداب والعلوم الإنسانية في فرع جامعة الفرات بمحافظة الحسكة يوم 11 من أيلول الحالي موعداً لإجراء الاختبار الوطني للغات الأجنبية في مبنى الكلية. وأوضح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور قحطان الفلاح أن التسجيل للاختبار مستمر حتى يوم الأربعاء القادم في دائرة كلية الآداب بالحسكة بشكل شخصي أو عن طريق وكيل قانوني. في السويداء بادر ابن بلدة المزرعة باسل العنداري بتوزيع قرطاسية على تلاميذ مدارس التعليم الأساسي بقيمة 25 مليون ليرة سورية انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية تجاه أبناء بلده. سماهر دنون والتفاصيل. كما هو معهود عنهم ومعتاد منهم، أبناء سوريا أبناء السويداء بمواقفهم المشرفة يمثلون المواطنة بحق. وهنا في بلدة المزرعة بريف السويداء يبادر ابنها باسل العنداري بتوزيع القرطاسية على تلاميذ مدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى بالتنسيق مع مديرية التربية. نحن كسوريين هون متعودين على دعم بعضنا، وهذه المبادرة هي دعم لطلاب محافظة السويداء بقرية المزرعة. عدد المدارس المستفيدين 3 مدارس ابتدائية، الطالب 4 دفاتر، 3 دفاتر عربي ودفتر انجليزي، بالإضافة إلى قلم رصاص، محاي، براي، قلم أزرق، قلم أحمر. كلفة الإجمالية 25 مليون. طبعا هاي المبادرة من الأخ باسل العنداري مغترب من بلدة المزرعة، مشكور جدا على المبادرة بتوزيع قرطاسية لأكثر من 1200 طالب ببلدة المزرعة. طبعا هاي دعم للعملية التربوية، بالإضافة لشكر أيضا لكل الفعاليات ببلدة المزرعة من الهلال الأحمر، من صندوق المغتربين، من كافة المغتربين في بلدة المزرعة لدعمهم دائما للعملية التربوية. العملية التربوية هي عملية مجتمعية تحتاج لمساعدة كل الأشخاص الخيرين وكل الأشخاص اللي بيحبوا هذا الإنتاج البشري، الإنتاج الإنساني. يساهم في هذه المبادرة متطوعون من شعبة الهلال الأحمر بالإضافة إلى الفريق التربوي في البلدة، وحضرها مدير التربية بسام أبو محمود ومعاونه للتعليم الأساسي أكرم الحسنية. الحملة هي عبارة عن متبرع قدم لطلاب الابتدائي مجموعة دفاتر، أقلام، محايات، بريات لصالح الطلاب بالمرحلة الابتدائية، طبعا من خلال فعاليات البلد والهلال الاحمر اللي عم يساهم بها الحمله. كل هاي المبادره انا بتخلينا نحب الدراسه ونحب مدرستنا كثير. بنشكرك كثير على هاي المبادرات اللي بتخلينا اللي بيشجعونا وبخلونا نكمل ونحصل على المراتب. اعطوني دفاتر وقلم وشكرا لك. بشكر الكل على هاي المبادره لانها بتخلينا نكمل دراستنا. يستفيد من هذه المبادرة ما يقارب 1200 تلميذ وتلميذة في 3 مدارس في بلدة المزرعة بريف السويداء. للتربوية السورية سماهر دنون، السويداء. أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة اليوم خدمات التجنيد للمغتربين السوريين عبر بوابة المركز القنصلي الإلكتروني، وهي التأجيل بمعذرة الإقامة للمرة الأولى، تجديد التأجيل بالإقامة، دفع البدل النقدي للاحتياط، دفع البدل النقدي، دفع بدل فوات الخدمة. أعلنت وزارة الثقافة اليوم أسماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية للعام 2023، حيث ذهبت في مجال الآداب للشاعر بيان الصفدي، وفي مجال الفنون للفنانة نادين الخوري، وفي مجال النقد والدراسات والترجمة للدكتور خلف الجراد، وذلك بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2012 القاضي بإحداث جائزتي الدولة التقديرية والتشجيعية في مجالات الآداب والفنون للمبدعين والمفكرين والفنانين، وتقديرا لهم على عطائهم الإبداع والفكري والفني. كما سيتم تكريم الفائزين وتسليمهم الجوائز في موعد تحدده الوزارة لاحقا. أطلقت مؤسسة ثقافية يابانية منصة تمثل لزوارها رحلة افتراضية إلى سوريا بالتعاون مع سفارة الجمهورية العربية السورية في طوكيو. القائم بأعمال السفارة في طوكيو محمد نجيب إلجي أكد أن الفكرة جاءت بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين البلدين على أن تتبعه خطوات لاحقة. وعرضت المنصة التي نشرت باللغتين الإنجليزية واليابانية مواضيع ثقافية عدة، أهمها شرح عن موقع سوريا ومناخها وعن أجمل الأوقات لزيارتها، وقدمت معلومات عن مدينة دمشق والأماكن الأثرية فيها. وعرفت اليابانيين بالمواقع الأثرية المسجلة على لائحة
التراث العالمي، كما عرفت الرحلة اليابانيين بالشعب السوري ووصفته بالشعب الودود والخلوق، وأنه على الرغم من الصعوبات التي يعيشها الشعب نتيجة الإجراءات الاقتصادية الغربية ما يزال يتمسك بالعادات والتقاليد. نتابع معنا النشرة الاقتصادية وفيها بعد الفاصل. وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تسمح باستيراد مادة الشعير العلفي حتى نهاية العام الجاري. الحكومة المصرية تعلن تأسيس صندوق عقاري لتداول العقارات في البورصة المصرية. أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً يسمح لكل المستوردين باستيراد مادة الشعير العلفي حتى 31 من شهر كانون الأول من العام الجاري. وفق القرار الذي استند إلى توصية اللجنة الاقتصادية بتاريخ 17 من شهر آب لعام 2023، يسمح باستيراد مادة الشعير العلفي وفق الاشتراطات الفنية المعتمدة لدى مديريات الإنتاج الحيواني ووقاية النباتات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي. ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطا في السوق المحلية اليوم 27 ألف ليرة سورية عن السعر الذي استقر عليه في 28 من شهر آب الماضي. وبحسب نشرة الصادرة اليوم عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات والأحجار الكريمة بدمشق، سجل جرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 742 ألف ليرة وسعر شراء 741 ألف ليرة، بينما سجل الجرام عن عيار 18 سعر مبيع 636 ألف ليرة وشراء 635 ألف ليرة. وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 ب 27 مليون و800 ألف ليرة وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 ب 6 ملايين و475 ألف ليرة. أوضح مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بدرعا سامر الزامل أن كمية الأقماح المغربلة والمعقمة بداء من شهر حزيران الماضي حتى تاريخه 3480 طنا. وذكر الزامل أن الفرع يعمل على غربلة وتعقيم الأقماح بكمية تصل يوميا إلى حدود 100 طن قبل تخزينها في المستودعات لتكون جاهزة للتوزيع على الفلاحين مع انطلاق الموسم الزراعي الجديد، مبينا أن عمل الغربلة والتعقيم تحمي المحصول من الإصابات الحشرية وتكفل تأمين البذار للفلاحين بالمواصفات المطلوبة. وأضاف الزامل إن لدى الفرع رصيدا من القمح الخام يبلغ 16 ألف طن تتم غربلتها وتعقيمها تباعا. أعلنت الحكومة المصرية تأسيس صندوق عقاري لتداول العقارات في البورصة المصرية لأول مرة وإطلاق البورصة العقارية لتعزيز بيع العقارات بعد الطفرة العمرانية الكبيرة في البلاد. خبير التنمية والتطوير العقاري طارق بهاء قال إن الحكومة المصرية بذلت العديد من الجهود التي من شأنها تعزيز ملف التصدير العقارات، ويأتي ذلك في ضوء حالة التنمية العمرانية التي تشهدها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية. وسيشكل إنشاء البورصة العقارية منصة تمكن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في الأصول العقارية والاستثمار فيها. ننتقل إلى أخبار الرياضة مع الزميل يزن سيفو. مساء الخير يزن. مساء الخير ألا. منتخب سوريا للكاراتيه يحرز العديد من الميداليات في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في الأردن، وأخبار رياضية أخرى نتابعها ولكن بعد الفاصل. مساء الخير. حصد منتخب سوريا للكاراتيه 9 ميداليات فضية و8 برونزيات في بطولة غرب آسيا التي اختتمت منافساتها أمس في العاصمة الأردنية عمان. وجاءت الميداليات البرونزية عبر ريان نصر بوزن تحت 57 كيلوغراما وهاشم الحسين بوزن تحت 55 كيلوغراما بالكاتا الفردي ومصطفى أمشوق بوزن تحت 50 كيلوغراما وسلوى الداري بوزن تحت 57 كيلوغراما وهديل أبو رسلان في فئة الكاتا ونظيمة علي بيك بوزن تحت 68 كيلوغراما وخلود علي بوزن فوق 68 كيلوغراما
بينما كانت الفضية من نصيب ملكة شيخ موس بوزن تحت 53 كيلوغراما. يشار إلى أنه شاركت في هذه البطولة 9 دول، هي الأردن والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وفلسطين واليمن والعراق والبحرين، إضافة إلى سوريا. توج فريق الكرامة بلقب بطولة دوري كرة اليد للشابات بعد منافسات قوية في الدور النهائي الذي أقيم في صالة غزوان أبو زيد بحمص، وذلك بمشاركة فرق الشرطة والدريكيش وقاسيون والاتحاد أهلي حلب والنصر. وحصل الكرامة على المركز الأول بعد فوزه على الشرطة ب28 هدفا مقابل 21 هدفا، وعلى أهلي حلب ب31 هدفا مقابل 14 هدفا، وعلى النصر ب25 هدفا مقابل 19 هدفا، وعلى قاسيون ب31 هدفا مقابل 25 هدفا، وعلى الدريكيش ب33 هدفا مقابل 18 هدفا. عالميا، حقق برشلونة انتصارا صعبا بهدفين مقابل هدف واحد خلال مواجهة أوساسونا على ملعب أسادارا في ضمن منافسات الجولة 4 من الدوري الإسباني الليغا. وسجل لبرشلونة جوليس كوندي في الدقيقة الأولى من الوقت الإضافي بالشوط الأول، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، بينما سجل تشيمي أفيلا هدف أوساسونا الوحيد في الدقيقة 76. بهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث بجدول ترتيب الليغا، بينما تجمد رصيد أوساسونا عند 6 نقاط في المركز التاسع. وفي إيطاليا، تغلب لاتسيو على حامل اللقب نابولي بهدفين مقابل هدف واحد ليحقق الفريق فوزه الأول في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بينما مونيا صاحب الأرض بخسارته الأولى، ويحتل نابولي المركز الرابع برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، بينما تقدم لاتسيو الذي بدأ الجولة في منطقة الهبوط عقب خسارتين من ليتشي وجنوا الصاعد الأضواء إلى المركز 12 وله 3 نقاط، وأصبح لاتسيو أول فريق يفوز في استاد دييغو مارادونا منذ مطلع نيسان الماضي حين خسر نابولي برباعية نظيفة من الميلان. مشاهدينا، كان هذا كل شيء لليوم في أخبارنا الرياضية. أعود لك ألا. شكرا يزن. في ختام أخبارنا، نذهب حول العالم إلى منظمة أبحاث الفضاء الهندية التي أعلنت أن المركبة الروبوتية التي أرسلتها إلى القطب الجنوبي للقمر عثرت على آثار للكبريت والمعادن. وجاء في منشور صادر عن المنظمة أن المركبة روفر أجرت أول قياسات لتركيبة سطح القمر بالقرب من قطبه الجنوبي، والتي أكدت بشكل لا لبس فيه وجود الكبريت في المنطقة، وهو أمر كان من المستحيل تحديده سابقا. كما كشفت التحليلات الأولية وجود الألمنيوم والكبريت والكالسيوم والحديد والكروم والتيتانيوم على سطح القمر، وكشفت قياسات أخرى عن وجود المنغنيز والسيليكون والأكسجين. وتبعا لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية، فإن الروفر سيعمل في منطقة القطب الجنوبي للقمر لمدة يوم قمري على الأقل، 14 يوما أرضيا. نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. الصحة المدرسية تتفقد الواقع الصحي في عدد من مدارس سلحاب بريف حما. الفريق السوري يحرز ميدالية برونزية وشهادتي تقدير في أولمبياد المعلوماتية العالمي بهنغاريا. وزارة الثقافة تعلن أسماء الفائزين بجائزة الدولة التقديرية لعام 2023. كان هذا كل ما لدينا اليوم. لمزيد من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.